حالة كبيرة من الجدل أثرتها الكاتبة السعودية زهرة المعبي بحديثها عن إن السعوديات بيفضلوا يتجوزوا المصريين والوافدين بدل من السعوديين. بس يا ترى ليه الكاتبة السعودية قالت كده؟ وإيه اللي قالوه الرجال السعوديين تعليقاً على الكلام ده؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. يقال والعهد على الكاتبة السعودية زهرة المعبي إن الستات السعودية يفضلن الرجل المصري على الرجل السعودي وأي رجل غير في الزواج، وقالت إنها عملت دراسة على كده والدراسة بنفسها أثبتت كده، وياريت الرجالة في السعودية ما يزعلوش من نتائج الدراسة دي. الدكتورة زهرة وهي استشارية نفسية كبيرة قوي في السعودية طلعت وكشفت عن معلومة مهمة قوي تهم كل رجالة في أي مكان. كشفت مين في الرجالة بيعجب الست السعودية، وكشفت عن المميزات اللي بتحبها وتفضلها أي ست في العالم في الرجالة. اتضح من كلام الخبيرة السعودية أن الرجال المصريين هم أفضل رجالة عرفتهم، وأن الستات السعوديات يفضلن الرجل المصري عن أي رجل غيره، وده لأسباب كتير. أولها وأهمها أن الرجل المصري بيعامل الست اللي معاه في البيت وكأنها ملكة، بيحببها في البيت وبيحبها جدا ويخلص ليها، ودي صفة على حسب كلامها مش موجودة شوية في الرجال السعوديين. بتقول إن الرجل السعودي مش بيعامل زوجته على إنها ملكة في بيتها، على العكس تماما، أوقات كتير بيكون في شدة وجفاء في المعاملة معاها. ووضحت زهرة إن البنات في السعودية دلوقتي بيدوروا على الرجل اللي فيه مواصفات الرجل المصري اللي قلناها من شوية. البنات بتدور على الاستقرار والسعادة، إن الرجل اللي تتجوز منه الرجل ده تعيش معاه حياة سعيدة وفي حياة كويسة وتكون في أفضل حال دايما، وفوق كل ده إن الرجل اللي تتجوزه يكون شغال في وظيفة كويسة وليه شأن كبير ومحترم علشان ما تقابلش أي أعباء مادية بعد كده. وطبعا بعد اللي قالته الخبيرة السعودية ده طلع الرجال السعوديين وكأن ليهم رأي مختلف اللي قالته. كان في بعض التعليقات على تويتر اللي استعنا بيها في كتابة التقرير ده، أغلب التعليقات دي بتقول إن الكلام اللي قالته الخبيرة النفسية زهرة اللي قالته ده كلام فاضي وملوش أي دليل على الصحة، وإن فين أصلا الدراسة اللي بتقول إنها عملتها دي؟ بيقولوا مفيش دراسة ولا حاجة بالآخر كده، بيقولوا إن التصريح ده مفبرك منها وإنها بتقول أي كلام بالآخر علشان عايزة تتشهر وخلاص. لحد هنا وأكون وصلت لنهاية الفيديو وعرفنا مع بعض اللي قالته الخبيرة النفسية زهرة المعبي عن الرجال المصريين وإن ليه هم مفضلين للستات السعوديات. كمان كشفت ليه الستات السعوديات بيحبوا الراجل المصري وأهم الصفات اللي في الراجل المصري اللي بتخلي الستات تحبه وتفضله عن باقي الرجالة. انتم ايه بقى رأيكم في الكلام ده؟ موافقينها ولا لا؟ اكتبولي رأيكم في التعليقات.